بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب بفرن دور من الإقامة الجامعية زورة سيمان 2 لمديرية خدمات الجامعية قسنطينة وسط. حلقة جديدة وموضوع جديد وهو الصبر. وشرع الله تعالى الصوم لتعلم الصبر مرورا بالتدرب على الانضباط وعلو الهمة والمساواة، وانتهاء ببلوغ تقوى الله والوصول إلى رحمته وجنته وعتقه من النيران. ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، حيث قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. رواه الإمام أحمد. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر. قال: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رس الشيطان. رواه أحمد. والصبر هو أنواع: صبر على الطاعة وصبر على المعصية والصبر على الأقدار والآلام وصبر على الطاعة. فالصائم إيمانا واحتسابا يصبر على الصيام بالنهار ويصبر على القيام بالليل، إيمان بأنه الامتثال لأمر الله واحتسابا بأن الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك القيام، وقوله سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والنوع الثاني فهو صبر على المعصية بتجنبها في رمضان، ويمتنع عنها بسهولة في غير رمضان، لذلك يحتاج إلى مزيد من الصبر، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ثم الصبر على ألم الجوع وألم العطش، والصبر على الأقدار التي تحيطه من كل جانب، سواء أقدار مادية أم أقدار معنوية. لذلك تمثل خلق الصبر في الصوم بكل أنواعه، متمثلا كذلك في الآية الكريمة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد كان جل المعارك في الإسلام في شهر رمضان، لذا يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال العلماء: أن يعرف لهم من الحسنات غرفا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.